السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة احنا بنعملها في الشغل عندنا، ازاي نظبط الكاستير بتاع الراوتر بطريقة صحيحة، لان في بيتقابلنا بعض المشاكل اثناء ضبط الريشة، ان مرة تلاقيها واطية، مرة تلاقيها عالية، مرة تأثر على الطبقة البسيطة من الكلادنج. هوريها لكم دلوقتي احنا عملناها ازاي، واتمنى ان هي تنال اعجابكم باذن الله، وتابعونا شوفوا احنا عملناه ازاي. هنا بيتم تقشير البنطة، دي حاجة ما شاء الله محترمة جدا، بس للأسف بقى مش موجودة. أنا كنت أخدها من أستاذ محمد سليم، دي مستوردة جاية من المكنة السي إن سي، حاجة محترمة جدا. هنا بنفك الكاستير القديم أو الريشة أو البنطة بالشكل ده، ده العمود الاكس تخانته 12 مللي بالشكل ده، وده والتاني الجديد 6 مللي، فلو حطنا في الجلبة واسع شوية في تخشينة، دي كده بقى 8، الستة بتحط له واحدة بقى 8، نحط دي في الـ12، في واحدة مباشرة على طول من الستة للـ12، بس ده بيبقى كبير شوية لأنه بيجي مش بالملي، بالبوصة، فاحنا بندخلها ده عشان كده، فبالتالي هي وسعت، فلما نحطها في الجلبة الـ12 بتبقى واسعة برضه، تدخل ده. بعد ما ندقها تبقى كلها مستوى واحد كده، دي بقى تخانتها اللي هي ايه زيها بالظبط، بقت 12، نحطها في الكوليت ونظبطها كده ونكمل كده، تبقى مساوية ببعضها، ونتأكد من انها بتلف السن كويس. هنا هنحط المفتاح ونخبط عليها سنة صغيرة كده، تمام. نحطها ونربطها زي ما كانت، ونتأكد من ربطها كويس. بحيث ان هي ما تفكش من الجلبة، بعد ما تم الربط هنظبط الراوتر نفسه بالمقاس المطلوب، يفضل ان احنا نجيب قطعة كلادنج مفرزة ونظبط عليها مرة واحدة، ونحط البنطة في نص الفريز ونقفل الأمان ده، وناخد نعمل شيك كده، هنا البنطة نزل تحت، لو بصينا في نص القطعة نلاقي الألمونيا باينة، هنفك الامان ونرفع سنة صغيرة خالص ونظبطها، هي كده كده معقولة بس عايزة تنزل تحت شوية. بعد ما نتأكد كده ان هي مظبوطة بنقفل الامان، هنا انا عملت تيست بايدي كده من غير زاوية،
ناخد خط كده نشوف العمق كله متساوي ولا لا، ونتني ونشوف الزاوية من بره. هنا ما شاء الله كويس. هنفرد بقى ونحط قطعة تانية وناخد فريز من الأول للآخر. هنا مع الضغط الألمونيا ظهرت، ده غلط. نخف شوية ده كده مظبوطة، القطعة اللي هي الأخيرة دي مظبوطة. عايزة حاجة بسيطة لتحت عشان الزاوية من بره يكون شكلها نضيف، عشان لما نيجي نجمعها مع بعضها تبقى قافلة كويس. بنقفل الأمان ده من تحت ومن فوق بحيث ان هو ايه ما يختلش بعد كده، ما يتغيرش الارتفاعات. وده مقاس تاني. هنا انا لاحظت ان في حتت بتعلم وحتت لا، فهنا كنت بتأكد بس من حاجة كده. هنا بقى ده ما شاء الله اظبط واحد، هم مثبتين على كده. هنا الزاوية ممتازة، افضل واحدة فيهم. ده واحد كمان بالتأكيد. هنا واحنا شغالين انا لاحظت ان الراوتر من الاتجاه اللي مفيش فيه الامان لو ضغطت عليه بيجي معاك. هنا الزاوية ما شاء الله جميلة. زي ما انتم شايفين كده انا تنيتها طبعا تنية عشوائي. هنا زي ما انا قلت لكم الجزء ده بنتك عليه زي ما انتم شايفين كده بيتحرك، فما بنضغط هنا يوم يحفر في الالومنيوم، وهنا ما شاء الله كويس. فهنا نأمن كويس وما نضغطش الناحية التانية. واتمنى ان يكون في افادة ان شاء الله، فيديو بسيط كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش بقى تشجيعكم لنا والاشتراك في القناة اللي مشتركش، ولا لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.